اليوم نهضروا على الاثمنه ديال العيد انا عندي خرفان ديولي هنايا كنبيع من 2000 و 800 حتى ل 5000 درهم على حساب كل خروف وهذا الارتفاع ديال ديال الخروف راه ماشي السبب دايروه الفلاح راه دايراه الدوله لانه هي اللي زادت ضوبل الاثمنه ديال العلف الاثمنه ديال العلف العلف اللي كنا كناخذوه ب 250 درهم ولينا كناخذوه دابا ب 600 درهم ب 600 درهم للقنطار العلف كله غالي وعاد زيت الثمن هو غالي وكل شيء غالي وثاني حاجه انه الدوله هذا العام ما تركب لنا الطانقه هي على على هذوك الناس تخدمين تلونسا باش يجو يركبوا لنا ديال الحولي اللي اللي هي من الشروط الاساسيه اللي دايرها الدوله وما يجو يركبوها لنا والسبب راه واضح علاش ما يركبوها لانه الحكومه دايره تنسيق مع الناس ديال لونسا انهم ما يركبوش الطانقة لكل شيء باش يديكراريو بالخصاص ديال الحولي ومشيو يستوردوا الحولي من الخارج ويقتلوا المنتوج المحلي وياخذوا الدعم لانه هما اللي كيخرجوا القرار وهما اللي كيصادقوا عليه وهما كياخذوا كي الدعم كياسسوا الشركات وكياخذوا كي الدعم ديالو هما اللي هما المستوردين هما صاحب القرار وهما المستوردين الدعم كياخذوا كي غير هما هذيك 500 درهم على كل راس اللي غيدخلوا بالحولي ديال اسبانيا وديال ديال دول اخرى ياخذوا عليه الدعم ديال 500 درهم على كل راس هما كي... كي يعطي الدعم وكيعاود ياخذوا هو ثاني حاجه ثاني حاجة هو أنه بغا يقتلوا الفلاح، الفلاح المغربي بغا يقتلوا المنتوج ديالو. الفلاح المهم الفلاح المغربي راه واكل العصا، واكل العصا بالمزيان، العلف آه غالي، الدواء غالي، كل شيء غالي، قلت تساقط الأمطار، الجفافات من 2019 شويه كتوالى الجفاف مور جفاف مور جفاف، الكسيبة باش غتوجد الخروف هذا، امه كتعرف طول العام، طول العام كتاكل، على الأقل تاكل واحد ثلاثة درام في النهار. اللي طول العام اش من الاعلاف راه كاين العلف العلف بادي من 3 دراهم حتى من 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 3 دراهم حتى 10 حتى 7 دراهم 8 دراهم ديال العلف واصل لا بغيتش العلف راه بادي من 3 دراهم 4 دراهم 4 دراهم ونص 5 دراهم 6 دراهم 7 دراهم انا غنوريك دابا الحواله وكل واحد والثمن ديالو مثلا بحال هذا راه كنبيعوه ب 4000 5000 درهم هذا هو 4000 5000 درهم بحال هذا راه كنبيعوه ب 3000 درهم بحال هذا 56 56000 ريال أه الاثمنه ما مقداش بحال هذا كنبيعوه أه هذا كنبيعوه ب 3500 الاثمنه ما مقداش الاثمنه راه متناول الجميع الاثمنه راه متناول الجميع اما المواطن المغربي راه ماشي العيد هو اللي غي غيغلي ليه المعيشه المعيشه المغلية للمواطن المو... المغربي هي ال... هي المعيشه الاساسيه المواد الاستهلاك اللي كتستهلك يوميا الخضره الدجاج المواد ديال التغذيه من 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 زيت من الزيت من اتاي من سكر هادو هما اللي خاصهم يتنقصوا الـ الـ المواطن المغربي هادو هما اللي خاصهم ينقصوا ليه فيه هادو هما اللي خصهم يوفروا ليه بكثره ويقلوا من يقلوا من الاستيراد ديال من التصدير ديال الخضار يقلوا من التصدير ديالها باش تبقى في البلاد وياخذها المواطن بواحد بواحد الثمن اللي هو هو مناسب بحال هذا راه كنبيعو ب 5000 درهم هذا كنبيعو ب 5000 4500 5000 درهم باش كنبيع بحال هذه الماركه هذه هذا راه خروف ود الحليب عنده شي 7 اشهر كنبيعو ب 3000 درهم 2800 باش كنبيعو بحال هذا العام اللي فات بحال هذا كنا كنبيعو ب 6 ب 3000 و 3800 3400 باش كنا كنبيعو العام اللي فات ودالمدام راه ما كاينش زياده عليها بزاف في الخروف كاين اللي مزوده فيه كاين اللي مزوده فيه 500 درهم كاين اللي مزوده فيه 800 كاين اللي مزوده فيه 1000 درهم على حساب العلف وعلى حساب الجوده انا كنعطيهم الشعير و والدرام المشرده والنخاله والشمندر سكاليم مركب واحد واحد السيكاليم خاص بالخروف هادشي اللي كنوكلهم واحد العلف مركب واحد السيكاليم اقسام خاص بالخروف ماشي ديال الدجاج ولا سينفي ديال الدجاج هذا خاص بالخروف اعلاف مركبه خاصه بالخروف شحال الاثمنه ديالهم الاثمنه ديالهم كتراوح انت عارف الاثمنه من 4 دراهم حتى حتى 6 دراهم ونص وثمن دالبال ثمن ديال البال ديال الزرع راه وصل 25 درهم 30 درهم هنايا عندنا في المنطقه باش واصل باش كنا باش كناخذوه انا ما كنشريش كنعطيهم غديالي وثمن ديال العتس راه وصل 70 درهم 65 درهم